في واحدة هبلة تمام كانت بتعيط علشان ما كانش عندها وظيفة، ويوم ما بقى عندها وظيفة بقت بتعيط برضو علشان شافت انها كانت عبيطة قوي انها بتعيط حاجة تافهة جدا زي دي. وبضرب نفسي بالجزمة بصراحة وانا الواحدة دي، ومش مصدقة ان انا كنت بعيط لسبب تافه جدا زي ده، وان الناس كنت شايفة ان الناس اللي عندها وظائف تقريبا يعني اللي هو مقحوطين شوية شايفة، بس اللي هو عامل نفسي مش شايفة. كنت بقى بقعد اقول عيلتي كلها شغالين وانا الوحيدة اللي ما بتقبضش مرتب زيهم ومش عارفة ايه وبتاع وكده، كارثة. فانا بندم جدا دلوقتي، بقول يا ريتني كنت استمتعت بالفترة اللي هي بعد التخرج. يعني كنت قاعدة بعمل فيديوهات وما احلاني ومن كل نوع، وكنت فرد نافع في المجتمع وما زلت، بس اللي هو ليه كنت ببص عليها من نظرة اللي هو انا مش ما عنديش شغلانة زي بابا وماما واختي. لا لا بجد والله بلاش بلاش جدا. اللي ما بيشتغلش ما يزعلش، المفروض يفرح. واللي ما بيدرس برضو نفس الكلام، انتوا ما بتشوفوش الناس دي بتبقى مفقوده ازاي في الشغل والدراسه تمام، بالذات اليومين دول كمان، وما بتشوفوش قد ايه الموضوع بيبقى مرهق. واللي ما جوزوش برضو ده مش سبب يستاهل الزعل بصراحه. لا فوق كده يا جماعه، عشان انا حسيت لي انتفاضه، وحسيت اللي هو يا ريتني كنت استمتعت فعلا بالفتره اللي هي كنت قاعده ما عندي فيها وقت فراغ اكتر من كده بكتير. طبعا انا دلوقتي 3 ارباع يومي معظمه ضايع على الوظيفه، ما بقتش بعمل حاجات كتير قوي عشان عندي شيفت، ما بقتش بنزل اروح مشوار عشان شيفت، ما بقتش عارفه حتى اكشف علشان انا عندي شغل. فدي مش حاجه حلوه خالص. ودلوقتي ما ببص في المرايه انا بشوف كائن بقرنين وبدلين تمام، عشان مش مصدقه بجد ان انا في فتره كده ضاعت في الضغوطات. ايوه انا عارفه ان احنا بنبقى متاثرين قوي من اللي حوالينا، ان احنا ازاي مش عاملين الحاجه دي ايا كان هي ايه، او ما عندناش كذا وهم عند التانيين لا اكتشفت ان دي حاجة ميزة مش عيب. يعني تخيلوا معايا كده ان انتوا تبقوا قاعدين مش مربوطين بحاجة، ما وراكوش حاجة مهمة قوي 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 لدرجة ان انتوا ما ينفعش تفوتوها. يعني لو مش معاد شغل، مش معاد كلية او مدرسة او غيره، ما فيش حاجة مهمة اللي هو لدرجة ان انتوا مثلا تسيبوا اللي وراكوا، او في حاجات مش عايزين تعملوها ما تعملهاش عشانها. لا، اللي ما تجوز يستمتع بالعزوبية، واللي ما اشتغلش يستمتع باوقات الفراغ، واللي ما درس يستمتع بان هو يجرب حاجات كتير قوي ممكن يعملها، هوايات كتير قوي ممكن يجربها. ف في فرص كتير ان احنا نحاول في كل حاجه، انما فكره ان احنا نقعد نعيط على جنب زي ما كنت بعمل دي لا بجد غباء غباء جدا يعني. وانا بعترف وما كانش المفروض اعمل كده. لو رجع بيا الزمن تاني انا 100% هتبسط اكتر بكتير قوي في الفتره اللي انا ما كنتش بشتغل فيها عن كده، اللي هو ايه ده انا دلوقتي ما عنديش وقت حتى ان انا اتفرج على حاجه، اللي هو انا كنت بقعد استريم بالساعات. انا مش مصدقه اللي حصل لي بجد. كان عندي دايما وقت ان انا انزل اتمشى كتير، ما بقاش بجد. حتى المشاوير اللي بقيت بروحها في مشاوير ساعات بقيت بركب لها، انا مش مصدقه اللي بيحصل. انتوا الشغل ده بالذات بياخد وقت كبير قوي جدا منكم. الناس اللي هي ما بتشتغلش المفروض تستمتع على قد ما تقدر، يعني تعيش حياتها بجد باكبر قدر ممكن، وما تسمعش للناس اللي هي بتقول انت لسه ما اشتغلتيش وما تدوروش على بالكم، ايه ده انتوا ما بتدرسوش وما تفكروش خالص في الكلام اللي هو ده، ايه ده انت مش عارفه كبرتي ولسه ما اتجوزتيش، وكلام فارغ. ده كله كلام فارغ والله بجد. انتوا استمتعوا بجد، لان اللي بيكلموكوا دول 100% مش مستمتعين. كانت عن تجربه، قدركم جاي كده كده، نصيبكم اللي مكتوب لكم هيحصل. هتشتغلوا دلوقتي، هتشتغلوا بعد سنه اتنين، ما فيش حاجه هتوقفوا تمام. طول ما انتوا بتسعوا، طول ما انتوا بتدوروا، طول ما انتوا بتشوفوا تمام. في الوقت الراهن بقى اللي انتوا ما عندكوش فيه اي حاجه متوفره، او مثلا مش موجود عندكم الامكانيه معينه، هيجي وقتها. ما تضيعوش وقتكم الحالي بان انتوا تشغلوا تفكيركم بالوقت اللي جاي. صدقوني هتقعدوا بعدها وتقولوا يا ريتني. فانا مش عايزاكم بجد تبصوا وتدوروا على كده. وحقيقي حقيقي فرق معايا جدا الوقت اللي انا قعدت فيه بقول ان مش مشكله انا ما عنديش وظيفه، مش مشكله انا مش عارفه ما بعملش ايه، مش مشكله انا لسه ما جايش ايه، لان في الاول وفي الاخر كل حاجه ليها وقتها، وكل حاجه متحدده بميعاد معين. فاحنا مش هنستعجلها بان احنا نقعد نندب حظنا، لا والله بجد لا. كفايه بص وكفايه تدوير على الحاجات اللي مش معانا، وكفايه ان احنا نبص ان غيرنا مش عارفه عندهم ايه ومعاهم ايه وبيعملوا ايه واحنا لا لسه مش عارفه ايه. لا طلعوا بجد كل ده من دماغكم، هيفرق معاكم جدا. وما تسمحوش ان اللي حواليكم يمارسوا عليكم ضغوطات نفسيه وعصبيه زي اللي انا سمحت لهم، لان هو ده اللي اثر معايا، هو ده اللي خلاني فعلا مش مستمتعه بحياتي.
فما تخلوهمش يستعجلوكم ان انتوا تعملوا اي حاجه في حياتكم، لان حياتكم مسيرها بايديكم. فبجد ما تفكروش ابدا ان انتوا تدوروا بمنكاش على الحاجات اللي ناقصاكم، لان في الاخر هتضيعوا وقتكم اللي هو بيحصل دلوقتي، وده اللي انا مش عايزاه يحصل. للاسف ناس كتير ما تعرفش قيمه الاستمتاع اللي ممكن يعملوه دلوقتي بان هم بيستعجلوا الحاجات اللي لسه ما جاتش. طب هو ايه الفايده بجد؟ فما تعملوش كده، دوروا بجد على اللي انتوا عايزين تعملوه. الوظيفة ما جاتش دلوقتي، دوروا على اللي انتوا بتحبوه اعملوه. الدراسة مش موجودة مش متوفرة، دوروا على اللي انتوا عايزين تعملوه فعلا. الجواز لسه ما جاش، استمتعوا باكبر قدر ممكن يعني تقدروا تستمتعوا بيه، لان الاستعجال مش هيعمل حاجة غير ان هو ينكد عليكم، والاستمتاع هيخليكم مقدرين قيمة الحياة اكتر وعايشينها بسلاسة اكتر، وهيمنع عنكم الامراض الجسدية اللي حاصلة كتير قوي دلوقتي. كنت باجي هنا صور كتير كتير في المكان ده، ما بقتش عارفه اعمل كده برده. فانتوا بتبقوا مستعجلين حاجات هتاخد منكم وقتكم، وهتاخد منكم الاكبر قدر ممكن كان ممكن تستمتعوا فيه. فانتوا بتدوروا على ايه بجد؟ لا، طنشوا طنشوا جدا، ما تسمعوش لاي حد حواليكوا، وعيشوا حياتكم واستمتعوا جدا واتبسطوا وتفسحوا وروحوا وتعالوا واعملوا كل اللي نفسكم فيه. واخر حاجه ممكن تعملوها ان انتوا تستعجلوا المستقبل. والاستمرار معانا في قناتنا، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وبرده تعملوا مشاركه عشان توصل لغيركم، واعجاب لو انتوا متفقين معايا في الكلام اللي قلته، وتعليق على اهم الحاجات اللي حصلت من استمتاعات واستعجالات في حياتكم. مع السلامه.